أستاذ، ممكن أعرف أكو طيران مباشر من بغداد على روسيا، وموضوع الفيزا شنو؟ وشنو المسافرين بالعادة تنقلون بهيج السفرات؟ لأن والله بنفسي أشوف روسيا. أوكي يا حبيبي، ما يكون خاطرك إلا طيب، راح أجاوبك على كل هاي الأسئلة، بس مو هنا، راح أنتقل للمطار وأجاوبك على كل أسئلتك. لا، أنا مو بس راح أنتقل للمطار، أنا حصعد على الطيارة اللي تطلع اليوم على موسكو حتى أعيشك الأجواء وأجاوبك على أسئلتك كلها. يلا مشونا على الرحلة. حيث الطيران وعدد السفرات، اكو على الخطوط الجوية العراقية طيران مباشر من مطار بغداد الى مطار موسكو. بالاسبوع عندنا رحلتين. اما نوع المسافرين، اكو 4 انواع مسافرين عادة يكونون على هيج السفرة. اللي يصعدون اغلبيتهم فيزتهم، اكو طلاب يروحون بعدهم فيزا دراسية، واكو ناس سياحة فعدهم فيزا سياحية. والنوع الثالث من المسافرين هم اجانب عادة يكونون اغلبهم روس او كذا، ايضا ننقلهم. والنوع الرابع النقلة من نوعية المسافرين اللي هو انفتح بالفترة الاخيرة عندنا، طيران الترانزيت اللي نجيبهم من موسكو يروحون على طياراتنا الثانية من مطار بغداد يتوجهون للحج أو للعمرة. هذا هم خط جديد، يصعدون من مطار موسكو إلى مطار بغداد وبالعكس أيضا. هسه صرنا جاهزين حتى نستقبل مسافرنا الأعزاء. دائما أنا أختار الخطوط الجوية العراقية، خطوط ممتازة جدا، وخاصة الطيارات الحديثة اللي هسه بالخدمة، انترنت متوفر. دائما من أسافر أختار الخطوط الجوية العراقية برحلتها لموسكو، لأن طيارات حديثة، وحاليا أكو طيارات مدعومة بالواي فاي. شكرا لخدماتكم وشكرا لهذا الكادر الجميل. اوكي، هسه احنا وصلنا بخير والسلامه، هسه ننزل الجنط واخذكم شويه بجوله سريعه في موسكو.